السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب السماحة والحبيبة أيها الإخوة المؤمنون، فالزمن الذي تختنق فيه الإنسانية يتعمق الشعور بالحاجة إلى أمثال السيد محمد حسين فضل الله. عنوان القصيدة: ربيع الإنسانية. يمضي الزمان وغصن حبك أخضر، يمضي الزمان وغصن حبك أخضر، وربيع فكرك في الضمائر مزهر. يا آية للعلم والخلق الذي من نوره الوهاج شع الجوهر، إن ضاقت الدنيا فقلبك جنة والرحمة الكبرى بها تتجذر. ما زلت فضل الله تحمل صورة فيها صفات الأولياء تصور. يا آية للعلم والخلق الذي من نوره الوهاج شع الجوهر، إن ضاقت الدنيا فقلبك جنة والرحمة الكبرى بها تتجذر. ما زلت فضل الله تحمل صورة فيها صفات الأولياء تصور. يا أنت يا رجل السلام قلوبنا، يا أنت يا رجل السلام قلوبنا بالحب في نبضات قلبك تشعر. كم ذا وكم نحتاج مثلك سيدي، كم ذا وكم نحتاج مثلك مصلحا، لكن مثلك قل ما يتكرر. خذنا إلى بر الأمان فإنه حلم على أمثالنا يتعذر. ما زلت يا رجل التسامح شمعة والشوك عند ضيائها يتكسر. يا أنت يا رجل السلام قلوبنا بالحب في نبضات قلبك تشعر. كم ذا وكم نحتاج مثلك مصلحا، لكن مثلك قل ما يتكرر. خذنا إلى بر الأمان فإنه حلم على أمثالنا يتعذر. ما زلت يا رجل التسامح شمعة والشوق عند ضيائها يتكسر. حركية الإسلام فيك تجسدت، يا من بوحي عطائه نتفكر. ها قد أمرت الدرب بالوعي الذي من نوره أعمى البصيرة يبصر. ها قد أمرت الدرب بالوعي الذي من نوره أعمى البصيرة يبصر. وزرعت وردك في الضمائر جنة فيها الأحاسيس النبيلة تكبر. يا من قرأنا فيك تجربة إلى كل الذين من القيود تحرروا، يا من قرأنا فيك تجربة إلى كل الذين من القيود تحرروا. ما زلت تنبض بالحياة كعاشق من كل أخطاء الورى يستغفر. يا أيها الروح التي عاشت بنا، يا ماسح الدمع الذي يتحدر، جئنا إليك لنقرأ النجم الذي في ظلمة الزمن المغيبة يظهر. جئنا إليك لكي تفسر حلمنا، فالحلم بالضوء الجميل يفسر، فالحلم بالضوء الجميل يفسر. والسلام عليكم.